شدوا على أياديكم تجاه هذه الذكرى الفجيعة أو المؤلمة أو الناضجة، ألا وهي شهر فبراير العظيم. رجاء من جميع الشعب النزول إلى الميدان، وليس ميدان البلدان أو القرى، إنما الميدان ميداننا هو المنامة، ونزولنا إلى المنامة لهو أقوى شيء في هذه الثورة. أيها الشعب المناضل، لا تنسى دماء الشهداء، لا تنسى دماء الشهداء، لأنهم ضحوا من أجل هذه الثورة. فعليك أيها الأب، فعليك أيها الابن، فعليك أيها الأخت، انزلي إلى الساحة، انزلي إلى ميدان المنامة يوم 14 فبراير، النزول إلى المنامة حتما إن شاء الله، وسنكون هناك دائما. باقون في الساحات طالما مطالبنا لم تتحقق. وبكل سلمية نقولها لكم أيها النظام الأرعن، افهم إننا باقون في الساحات مهما كانت. أجل دماء شهدائنا الأبرار، من أجل من سقطوا في هذا الشهر، شهر فبراير، شهر العزة والكرامة، شهر الإباء، من أجل الرموز القابعين في السجون، لا بد لنا من الخروج في 14 من فبراير في المسيرات الاحتجاجية على هذا النظام الجائر الذي قتل أبناءنا. لأجل شعبه وطنه، لأجل الرموز، لأجل الشهداء، هذه الأيام قادمة لكم يوم 14 فبراير. تقدموا للإضراب، حشدوا الشعب إنه ينزل للميدان. وين وعدكم يا شباب 14؟ سنصبر أن نتواجد في الميدان، لا نتكاسل، لا نهدأ أبدا. كل يوم لازم نطلع، وراح نكون معكم نحن عوائل الشهداء، يد بيد وكتف بكتف حتى ننتصر.